بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في الحلقه السابعه من كورس بلو اوشن استراتيجي، وكيف انه احنا ممكن نزود مبيعاتنا وارباحنا من خلال تبني هذه الاستراتيجيه واركانها. وخلينا ابدا معكم بالحلقه السابعه، بذكركم قبل ما ابدا حلقتي بضروره مشاهده الحلقات السابقه، لانه انت هيك يعني بصير عندك فكره عامه عن الكورس بشكل اوسع واشمل. وايضا خلينا اذكركم بضروره الاشتراك في قناتي يا جماعه والاعجاب بهذا الفيديو، وبذكركم بالمسابقه اللي احنا ان شاء الله حيكون هناك 10 نسخ من الكتاب الالكتروني الاول. طبعا هذه هدية لمن يشترك في قناتي ويعلق على 10 فيديوهات على الاقل، ويكون بارز تعليقاته على فيديوهات القناة، هيك بيصبح مرشح للفوز بجائزة الكتاب الالكتروني اللي هي طبعا هذه صورته كيف تبحر في السوق الازرق الخاص بك وتكون خارج حدود المنافسة. وهذا الكتاب باهلك اخي الفاضل انه انت تبني بزنسك او مشروعك او حتى نوالي مشروعك بيعني قاعدة اساسية متينة، بحيث انه انت تهرب من اللي هو المنافسة الشرسة اللي بتكون بين الشركات وبين المشاريع الناشئة، وكيف انه انت تزود ارباحك من خلال تبني مؤشرات استراتيجية المحيط الأزرق. وخليني بعد هذا الفاصل أبدأ معاكم بسؤال مهم جدا، ما هي محددات الاستراتيجية، واللي انهينا بالحلقة السادسة في الحلقة الماضية. ودعوني ابدا معكم اعزائي المشاهدين بالمحدد الاول، وهو المحدد الادراكي. كثير من الشركات يا جماعه بتسد الطريق على الابداع او الابتكار على موظفينها او حتى على نفسها من خلال الارتكاز على العلامات التجاريه الشهيره او المشهوره اللي هي بتكون يعني البراندات الخاصه بها، وبتكون هذه الشركات يعني ما بتحتاج الى انه خلينا نحكي الى ابداع كثير او ابتكار كثير، وهي بتكون معتمده على البراندات الخاصه بها وشهرتها. يعني خلينا نضرب مثال مثل بيبسي وكوكاكولا، هي بتعتمد بالأكثر على العلامات التجارية الخاصة بها في خلق أسواق جديدة أو في تبني أو تسويق حتى منتجات جديدة أخواني الفضل. وهذه طبعا مشكلة العلامات التجارية المعروفة، وهذا بنسميه محدد الإدراك، ممكن هذا يكون يعني عائق لتنفيذ استراتيجية المحيط الأزرق. أما بالنسبة للمحدد الثاني فهو المحدد التنظيمي، وزي ما أنتم ملاحظين إيش يعني التنظيم إخوان الفاضل؟ يعني متعلق بالسياسات والأنظمة الداخلية للمؤسسة وعمليتها التشغيلية. زي ما أنتم ملاحظين هذه الصورة هي يعني خير معبر، الإدارة من هنا والموظفين من الجهة المقابلة، والإدارة بتحاول تطبق استراتيجية سياسات معينة، لكن هناك موظفين طبعا قد يعيقون من تنفيذ هذه السياسات وهذه الأنظمة. المحدد الثالث أيضا لتنفيذ هذه الاستراتيجية التغيرات الاقتصادية. وكثير احنا بنلاحظ إخواني الأفاضل أنه قد يكون هناك بعض السياسات للتعامل مع التغيرات الاقتصادية لكثير من الشركات والمؤسسات، انها مثلا ممكن تقلل من الكلف، ممكن ايضا تقلل من اعداد الموظفين، يعني ممكن تلجأ الى سياسات واستراتيجيات معينة من اجل تقليل التكاليف في يعني ظل الازمات الاقتصادية. وزي ما احنا شفنا يمكن ازمة كورونا كانت في الاونة الاخيرة كثير من الشركات تبنت استراتيجيات معينة من التقشف، من تقليل التكاليف، من اللي هو استبعاد موظفين، من تسريح الكثير من الموظفين ومئات الموظفين، وكثير لاحظنا ان كثير من الشركات انهارت نتيجة من الازمات الاقتصادية اللي طبعا انتجتها ازمة كورونا اخواني الافاضل. وهيك احنا بكون هنا اخوان الفاضل المحدد الثالث من محددات تبني استراتيجية المحيط الازرق، وهي التغيرات الاقتصادية. وخلينا انطلق معك اخي الفاضل في سؤال مهم ورئيسي، ما هي اهم المفارقات بين المحيطات الحمراء والزرقاء، وكيف انا انتقل من الاحمر الى الازرق؟ خلينا نوضح هذا الكلام اخوان الفاضل بجدول بسيط، يعني طبعا هذا الجدول انا حاولت اني ابسطه اخوان الفاضل. اول وجه من اوجه المقارنة هي مساحة السوق. زي ما انتم ملاحظين مساحة السوق بالنسبة للمحيط الأحمر أو من يتبنون المحيط أو السوق الأحمر، هدول دائما إخواني الأفاضل شركات بتحب تنافس في مساحة السوق الحالية أو خلينا نقول الصناعات المتشابهة أو القائمة واللي بتتشابه في ميزات وخصائصها فيما بينها، هدول دائما بفضلوا أنهم يتنافسوا في مساحة السوق المتوفرة اللي بين إيديهم. بينما في المحيط الأزرق ما بينفع هذا الكلام، لازم أنا أتبنى مساحة سوق جديدة غير مطروحة سابقا او لم اتطرق اليها سابقا اخواني الافاضل. وخلينا اشوف طبيعه المنافسه، طبيعه المنافسه بتكون دائما في الاحمر، انه انا كيف بدي الحق الهزيمه بالمنافسين او بالشركات الاخرى او بمن يقف امامي في السوق. بينما في المحيط الازرق
أجعل المنافسة أمرا غير مطروح. يعني أنا كشركة لما بدي أتبنى المحيط الأزرق ما في إمكانية إني يعني أحاول أطرح شريكي في السوق أو أهزمه أو أفكر كيف إني يعني أهزم هذا الشريك، بل المنافسة تكون أمرا غير المطروح. يعني أنا مريح دماغي وأنا أبحر لوحدي في هذا السوق. طيب خلينا نشوف الوجه الثالث من أوجه المقارنة أخوان الفاضل، طبيعة الطلب. دائما أنا في المحيط الأحمر بستغل فقط الطلب الحالي، يعني بخلي بالي دائما من الطلب الموجود أو المتوفر بين إيدي في السوق، ودائما أنا بحاول أستثمر وأستغله وفق المتاح. بينما إخوان الفاضل المحيط الأزرق دائما بيحكي لي توجه إلى إنشاء طلب جديد، يعني دائما أنا شغال ومخي شغال وتفكيري شغال وإبداعاتي إني أنا بفكر خارج الصندوق، ودائما بنشئ طلب جديد وبستحوذ عليه، بالإضافة إلى مين؟ إني أنا بحافظ على الطلب الموجود بين يدي أو الطلب القديم. طيب خلينا نيجي نشوف الوجه الآخر وهو استراتيجية الكلفة والقيمة. ما هي استراتيجية المحيط الأحمر والأزرق؟ نقول إنه الأحمر يا جماعة دائما بينظر إلى إنه يا كلفة انه او جودة، يعني انا يا بقلل الاسعار، يعني بتبنى استراتيجية تقليل الاسعار او خفض الاسعار او قيادة الكلفة بنسميها، اللي تكلم طبعا عنها مايكل بورتر بشكل كبير، او اني دائما بتلاعب بالجودة، يا اما انا بخفض جودتي او بنزل او بعلي هذه الجودة، وهذا طبعا كله يؤثر على التكاليف. اما يعني هيك احنا الكلفة والقيمة في صفقة اللي هي القيمة مقابل الكلفة، عشان أنا أزود قيمة للناس أو أقدم قيمة للمشتري أو للكاستمر لازم أعلي من الكلفة، وهذه هي استراتيجية مايكل بورتر. بينما السوق الأزرق كسر ذلك المبدأ وقال أنه ممكن أنا يكون عندي يا جماعة منتج أن أقدم منتج بجودة رائعة وبكلفة منخفضة، وهيك احنا كسرنا مين؟ استراتيجية مايكل بورتر اللي تحدث عنها، يا اما اذا احتجت اعلي التكلفة فانا بعلي القيمة، وهذا الكلام طبعا غير موجود في السوق الازرق، وهذه مما يميز السوق الازرق واللي بيجعله يعني من الاستراتيجيات الرائدة واللي يجب تبنيها في هذه الاونة. ودعونا أعزائي المشاهدين نشوف الوجه الخامس من أوجه المقارنة وهي الأنشطة المنظماتية. زي ما أنتم شايفين يا جماعة الأنشطة المنظماتية بتكون تابعة لمين؟ للخيار الاستراتيجي، إما التمايز أو قيادة الكلفة. يعني الأنشطة الخاصة بالمنظمة إما أنها تتبع استراتيجية التمايز أو استراتيجية مين؟ قيادة الكلفة اللي نص عليها وحكى عنها مين؟ مايكل بورتر. بينما في السوق الأزرق بيختلف الوضع عندي، أنشطة المنظمة بتكون تابعة لمين يا جماعة؟ الخيار الاستراتيجي اللي هو التمايز والكلفة معا. يعني السوق الأزرق يا إخواني بتميز أنه بيعتمد أو بتبنى استراتيجية الكلفة والتمايز مع بعض، فيش حاجة اسمها يا إما التمايز أو الكلفة، بل يتبنى السوق الأزرق المبدأين، وهذه هي حلاوة مين؟ المحيط الأزرق أو استراتيجية السوق الأزرق اللي لازم أنت تتعرف على مؤشراته مبادئه يا جماعة في هذا الكورس. وأنا بحثك أنه تشتري كتاب هذا الكورس أو تشترك في المسابقة، يعني تحاول تعلق على فيديوهاتنا 10 تعليقات أنت بتكون هيك مرشح للفوز بجائزة هذا الكتاب اللي احنا بنبيعه على موقعنا الإلكتروني 10 minutes. طيب وهيك أنا بنهي معكم يا جماعة الحلقة السابعة، بذكرك في نهاية حلقتي بالاشتراك والإعجاب بالفيديو وأنك تشارك في المسابقة اللي احنا دعينا عليها إخوانا فاضل في قناتي 10 minutes. والحلقة القادمة إن شاء الله سوف نفرق بين المخطط الاستراتيجي في البلو أوشن استراتيجي والريد أوشن استراتيجي، وأيضا حنتطرق إخواني على فاضل كيف أنت كصاحب مشروع أنه أنت تنتقل بشركتك أو مشروعك أو حتى نواة مشروعك من المحيط الأحمر إلى الأزرق. عشان هيك أنا بحكي لكم خليكوا معي في هذا الكورس وتابعوا هذا الكورس، وما تنسوا يعني تشاركوا الحلقات وتعملوا الإعجابات، لأنه إحنا إخواننا الفضل نبذل جهد كبير في هذا الشرح في تنزيل هذه الفيديوهات، فأقل يعني القليل أنكم تدعمونا دائما بالإعجاب ومشاركة حلقات هذا الفيديو وتشاركوا القناة لغيركم من الناس وأصدقائكم ليس فيديو من هذا العلم والمعرفة.
وأنهي حديثي بقول الله عز وجل: ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. وما تنسوا طبعا متابعة جماعة القنوات الواتس أب التليجرام، عليها محاضرات دائما إحنا يعني بشكل دوري بنزل عليها المحاضرات. وما تنسوا أيضا متابعة الإنستغرام حسابي، دائما إحنا بنعمل لايفات ودائما بننزل فيديوهات قصيرة مفيدة في تطوير الذات أيضا وتطوير ريادة الأعمال. بشوفكم على خير، وبتمنى لكم مشاهدة رائعة وسعيدة، وربنا يسعدكم ويوفقكم إن شاء الله تعالى.